السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ إسماعيل يونس الشواهنة أبو يونس، وهذا الجزء هو الجزء الثالث من هذه المقابلة. أستاذنا الكريم، بدنا نتحدث عن المياه في خريش، يعني على إيش كانوا يعتمدوا أبناء خريش؟ عندنا بيارة، فيش مشكلة عندنا. شو بيارة يعني؟ بير ارتوازي. بير ارتوازي هذا بيسموه بيارة. لمين هذا البير يعني؟ لا سيدي، سيدي يوسف. طيب انتو ما عندكوش مشكلة، بس دياركو كان عنده مشكلة؟ البلد كلها بتشرب، كلها تشرب منها؟ كلها مجانا ولا مجانا؟ مجانا. طب كان في شبكة مياه ممدودة ولا فيش؟ وين كان وين كان موقع البير عمي؟ البير غرب خريش، غرب خريش حوالي 400 متر او نص كيلو. جاي بين جلجولي وبين خريش، بس اقرب لخريش حوالي 500 متر غرب خريش. بير ارتوازي انحفر في الاربعينات زمن بريطانيا، وهو الوحيد اللي ارضه ما تصادرت لانه في كشان من 700 درهم اللي هو صادروه لسيدي. وهذا مش شطاره في سيدي، هذا سيدي في اخت من زوجي في قلقيليه، فاعطى اخته حصتها في الارض. اجوا اولاد اخته من قلقيليه، اهل قلقيليه اوعى منا في البيارات والحاجات هذه، بيعرفوا اكثر منا. اجوا اولاد اخته قالوا لي يا خالي خلينا نعمل بياره احنا وياك، على اساس هم في حصتهم وعمامي وسيدي في ما تبقى من الارض. فقالوا لهم يا اب نعمل، قالوا شرط لازم شو اسمه نطلع طابو في الارض من بريطانيا. يا خالي ليش نطلع طابو؟ ما يكون واحد معروف حسته. قالوا لا يا خالي احنا هذا بتكلفنا ولازم. فطلعوا طابو، هي ارض البياره الوحيده اللي مطوبه، طلع فيها طابو وحفروا بير وجاب الماكينات وركبوهن وعملوا بركه وعملوا بيت بابور وكذا، وصاروا يشربوا الناس. كل اهل خريش غنم وناس ودوب كلها مجانا. عملوا بركه، والبركة هذه بتصب فيها مي باردة مصورة حوالي 4 إنش، وفي مي ساخنة بتكبر. بيجوا وبيجوا أهل الخريش بيعبوا بيسكو دوم وبيعبوا منهم مجانا، ما بأخذ منهم. نعم، كان الهدف منها عم الزراعة. بس بيارة كان برتقال. طب مين كان يشتغل على البابور حجوا على البير؟ أول جابوا ناس بيعرفوا في الحاجات، تشغيل البابور وتزييته وصيانته من قلقيليه. تتذكر شو اسمهم؟ واحد من دار عيلته، بس بعرف من دار الشنيك، بس شو اسمه الزلمه ما بعرف، لاني انا لما رحت ادرس في قلقيلي تعرفت على كوة بكل ملابس اسمه لطفي الشنيك، وصار في زي ما اعرف بينهم التكرار هذا. فمره عزمنا على الغداء، ابوه اجى اتغدى معنا، بقول لي انت اسماعيل من اي بلد؟ قلت له انا من كفر الثلث بس من سكان خريش. كنت قال ايه خريش، انا بعرف من خريش، انا كنت اشتغل في بياره لواحد اسمه يوسف الحج. قلت له هذا سيدي، فهذا ابو الشنيك تبع قلقيلي علم عمامي، عمي محمد وعمي صالح الله يرحمهم توفى. لما تعلموا عمامي استغنوا عنه، وكان يجي واحد لما مثلا يصير عطل في الماكينات، واحد من نفس قلقيلي اسمه ابو عمشه، كان يجي راكب دراجي ميكانيكي ومعه شنتي في على الدراجه وراه في مفاتيح وفي حاجات يصلح مقابله. طيب قبل هذا البير عمي كيف كانت الناس تشرب؟ كان جمع في ابار جمع في خريش. انا لحقت البير شافوه اليوم، لحقت كان في عند كل واحد حافر بير على قريب من بيته او من ارضه او من بيدر او بير جمع الشتاء. طب كانت كافية أبار الجمع لهم؟ لا ما كانت تكفي، كان قبل بيارة خريش في بيارة إلى الجنوب من جنب كفر برا اسمها بيارة يوسف العثمان. كانوا يروحوا الله عزك حملوا على الحمير أو الخيل أو البغال شو اسمه جرانات، كان في مشتيل حديد ضرتين وحطوا في جرانات، بس 4 جرانات يروحوا يعبوا شو اسمه. مرات كان يأخذ منهم شيء رمزي، يعني في الشهر كانوا ياخذ منهم نص دينار الواحد شيء، ومرات ما ياخذوش منهم. طيب هذا يوسف عثمان من وين هو عم؟ هذا يوسف عثمان اصله من اعتقد بس مش متاكد، يا من ديرستي مثلا، يعني غالبا من ديرستي الى الشرق. نعم.
طيب عمي، مين اللي كان يروح يعني او يتولى عملية نقل المياه؟ ايوه هل الفاضي، مرات يروحون للنسوان، مرات يروح الشباب، مرات الاولاد. يعني مش محصورة في لا لا لا، هل الفاضي، هل الفاضي الدابة موجودة، يركبوا ويروحوا يعملوا هالمي. كانوا يستخدموا اجرار، اجرار عروسهم، اجرار للابار اللي قريبات من الدور مش من البيرات. البيرات بعيد حوالي نص كيلو، فما قلوش اجرار، بلزمش اجرار، بلزم جرانات على الدور. بس البيار اللي عندهم في قريب من الدور، بيار الجمع، كان المرأة تعبي الجرار وتحطها على راسها وجرة. طبعا من تخزين المياه في البيوت كيف كان يتم؟ ما فيش عنده ما الجرة، بحطوها بعبوها. نعم. لما تخلص بيروحوا بعبوها. طيب غسيل الملابس حجي وين كانت؟ غسيل الملابس كانوا لما بدهم يروحوا على البيارة، البيارة كانت تطلع مي ساخنة مرتد وتكب برا وتمشي المي تروح على الوديان تروح هيك. فكانوا يجوا مرة تحطوا سطولي وخلوا هالمي تكب ويغسلوا فيها ويرشوا عند البيارة لما ينشف يروحون. عمي طيب انت قصدك في انه كانت يعني إلها بوار اثنين؟ البابور ما في ما في ماسوره بتمر منه مشان تبرده البابور، الماكينه اللي بتشتغل. نعم نعم. في مي في مي في ماسوره بتمر من وسطه علشان تبرد البابور عشان ما يحماش. هذه عادم بسموها، هذه بتكب برا ما بيستفيدوا منها الا اذا واحد بده يتوضا ولا بده يغسل شيء. فكانوا الناس النسوان والحاجات هذه يستفيدوا منها. تجيب ملابسها، شايف، تجيب هالملابس وتحطها ما حدا بيسالها، يعني تغسل. مرات يرشروه هناك على على سور البيارة، على في شجر بسموه غيلان جنب الشجر سور الشوك، وحطوا على الشجر لما ينشف تحط تلفها لغسلاتها وتروح وتحطها على الناس وتروح، لأنه كانت قريبة أبو 400 متر 500 متر. طيب عمي هذه المياه كانت يعني نظيفة؟ برتوازية ممتازة. يعني أنا قصدي في علق في ديدان؟ لا لا، طحالب العلق والديلان في الابار الجمع بالسير بس بس البيارات الارتوازية من المياه الجوفية نظيفة نظيفة جدا. طيب كان في عندكم برك حجي؟ هي هذه البيارة غير هذه البيارة؟ لا. طيب البرك اللي كانت تجمع في المنوات كان من الشتاء وما تطول، هذه بعد ما يعني يوقف المطر يسكوا منها الدواب، ومرات ننزل احنا نخلع ملابسنا نلعب فيها ونسبح وشي ما تطول. يعني ابو اسبوعين زمان شهر زمان مع وقوف المطر وخف المطر في شهر 4 اول 5 تنشف. طيب ابار كفريه عندكم كان؟ ابار في ابار كفريه بس غالبا ما بيستعملوهاش غالبا لانه بوابها واسعه ومش يعني ما بيستعملوها. في ابار يعني الزاكور هذه اللي كنت لك عنها انه زكور اثريه من زمن الرومان، فيها ابار كفريه كثير. شايف. طب كانت تتعبى مي هذه الابار؟ كانت تتعبى مي، ومرات تحطوا عليها جنب احجار عشان ما حدا يقع فيها لانه بابها واسع. شايف. ومرات يستخدموها ينشلوا منها. نعم. للدواب. طيب عيون عمي ما كان عندكم حواليك؟ عيون في خريش غرب السهل، لا عيون في الجبل، عيون كفر ثلث فيها عيون. الى الشرق من كفر ثلث حوالي 4 كيلو، وهذه اللي هو تصدروها هسه عملوا مستعمره هناك اذا بتسمع قدوميم كفر قدوم. هناك صادروا كل هذا وادي كانا اللي انا بقول لك عنه، بقول لك بيجري في الشتاء ما عاد قسم عند بين كفر ثلث وبين ديرستيا، قسم منه هذا صيف شتاء، يعني في قسم منه نبع بس محدود بس لما بيجري ما بيضلوا ماشي غرب، بيجري عن نقطة معينة بيدخل تحت صخر وبروح في الأرض. لما تيجي الشتاء بتغطي بصير يمشي مع بعضه، لما يوقف الشتاء ببين إنه هذا النبع، بس هذا النبع ما بيضلوا بقوته بحيث إنه يروح غرب، لا بيدخل في منطقة بسموها بركة الجمل، صخرة كبيرة، وهذه مرة كنت بدي أغرق فيها أنا، شايف، لأنه ابن خالتي نزل بده يسبح وأكبر مني وأنا تيست يومها شفكت عليه وبدي أنقذه. لما شفته اخر مره نزل فيها وبين اصابعه هيك، فروحت رامي حاله في مسكني على دي، بطلت اعرف اسبح انا وامنه اكبر مني، فكنت ارك لكن علشان هو قبلي فقد وعيه فارتخيني دي. كان ابوي سبيح من الدرجه الاولى، كان ابوي الله يرحمه موصيني يقول لي اذا واحد بدورك او واحد كذا اوعى تخليه يمسكك لانه بكتفك وبكون هو بده ينقذ حاله باي طريقه، انت بتبطل هو بتحكم فيه، دائما يدفع برجلك
أو بيدك ويبعد عن القوة تخليه يمسكك. أنا لما رميت حالي عليه راح مسكني هيك وأنا أصغر منه، فعلشان لحسن حظي هو قبلي ارتخى يديه فدفعته مثل ما قال لي أبوي. لما طلع له وجهه زي البنطلون أسود وبالدموس أركضت فيه فؤاد كان هذه اسمها بركة الجمل. كانت النبع يمشي لعند بركة الجمل وينزل تحت في الأرض. ولهفس طيب؟ آه ابن لا توفى، توفى السنة الماضية الله يرحمه، أكبر منه. طيب حجي، يعني أنتوا نتيجة هذه البيارة ما عطشتوا يعني؟ لا 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 خلص، هذا يعني احنا كنا نعذب من كفر سيف على خريش مشان البيارة هذا. طيب حجي بدنا نسألك عن الإنارة، كان في عندكم كهرباء في أبدا؟ شو سراج يا حجي؟ سراج مصنوع من شو اسمه من الحاس، يعملوا الحدادي ولو شو اسمه راس هيكي وفتيلي داخل فيه ونعبيه كاس طول الوقت على السريج. عمي طول الوقت على السريج، ما استخدمش ما استخدمتوش بعدين في ال فيما بعد بعد السراج تطورت المسألة، صاروا يسموه قنديل. القنديل أكبر من السراج ومحاط بقزاز عشان يضوي، شايف له غطاء بيرفع برضه زي السراج، بس الفرق انه السراج فيش شيء مش لابسه حاجه، هذاك لا هذاك اكبر حجمه ولابسه كزاز من فوق، بتحرك الكزاز بتلفه بتحركه بتميله بتعبي كاز فبضوي. بعد الكزاز طلع اللوكس، بسموه لوكس اللي له شمبر هذا الكبير هذا، وبعدين بضوي الحركه اللي كان في العرس السوق هذا غايه ظله لغايه ما جتنا الكهرباء. طيب حجي البابور استخدمتوه بابور الكاز؟ بابور الكاز الله يسلمك، احنا قبل البابور اول كنا نستعمل الحطب عادي والجل لروث البقر ونطبخ عليه ونسخن مي عليه مشان نتغسل، وهذا ظلوا هذا الكلام لغايه الخمسينات تقريبا طلع البابور العادي اللي له صوت اللي حط فيه كاز ونسوي له صوت. بعدين بعد بشوية طلع البابور الأخرس، البابور الأخرس اللي هو بيكون الرأس تبعه مخزك كتوك وبعدين ما بيطلع صوت. شو صناعة وين هذا؟ الأخرس سويدي. سويدي والأولاني وهذاك سويدي، بس هذا أرقى مطور أغلى وأحسن. نعم اثنين سويدية. طيب عم الحطب من وين كنت تجيبه؟ الحطب من المليان من الجبال وهذا الشجر واللي عندنا شجر البرتقالي عندنا كنا نقطعه لما بدنا نقلمه هذا يحطه لما يبسه. طيب الشجر مش مشكله الحطب يعني. كان عندكم اشجار حرجيه حواليكم؟ كان نعم اشجار حرجيه. مثل شو كان عندكم؟ كان عندنا السويد، في عندنا السويد وفي عندنا الغار وفي عندنا البطم وفي عندنا السريس وفي عندنا الشجيري اللي هي المرميه بسموها حاليا هنا. هذا كلها كانت أشجار موجودة عندنا، الزعرور، طيب الغيلان. مين كان يحطب، النساء ولا الرجال؟ النسوان. النسوان. النسوان كنا نحطب، كنا نسرحن مع بعض. نعم. اليوم والله بدنا نروح نحطب، جمعنا حالي إنه غالبا نكون صبايا يعني في العشرينات 25 30 أو أصغر عشان تكون قوية. يطلع ناخذ نفوس معهن ويطلع نقطعن وبحطين خريص على الأرض، بسموه خريص زي الحبل بس من نفس الشجر. بحط ثلاثي جنب بعض وبصير قطين وحطين عليهن إلى أن يصل لحد مستوى بربطينهن وبحملهن عروس هنا بيجي. بحط بسميها مدورة من خيش أو من شرايط قديم بتلف بتحطها راسها عشان ما يجرحهاش الشوك على راسه وبتحمل وبيجي. هذول الحطبات بروحوا مع بعض بسلين وبتكلمين مع بعض. استخدمت الفحم عمي؟ الفحم استخدمناه واستخدمناه، كنا الفحم نستخدمه مش مشان نستعمله، مشان نبيعه ونتزق مصدر رزق. الفحم عندنا كان والشيد. نعم. طيب خلينا بالفحم بالأول. الفحم مصدر رزق كان. طيب كيف كان عمي يعني طريقة التفحيم التفحيم بحفروا بير. جورة. جورة بس بير عميقة يعني مش أي جورة. نعم. يعني تنزل أنت فيها. شو اسمه حوالي يمكن مترين ونص تحت او مترين وما بتكون كلها هيك يا عمق، بس ينزلوا بصيروا بميل شايف. بعدين بيجوا للاشجار الحرجيه اللي قلت لك عنها اللي هو السريس والغلان والسويد بيخلعوا الكرامه تبعها اللي تحت في الارض
وبحطوه في لما تنشف اول بنشفوها بعدين بحطوها في هذا البير بسموها مفحمه بحطوها في هذا البير وبحطوا عليها حطب ناعم مشان تولع وبولعوها وبتركوها تولع الداخل لما يصير كلها جمر بطموها مثلا حد لا في الاول مفتوحه بعدين بطموها بس تجمر كل هذه الكتل مو بطموها بشدوها من فوق من عند سطح الارض في بشدوها بحطوا زي حجار عريض طويله هذه وتراب فوق وبشدوها وما بخلوها تنفس اذا نفست كل هذا بخرب كله بصير تراب طبعا مش كل واحد بيعرف في لها ناس خاصه يعني للمفاهيم هذه شاطرين بس هذه بعدين بيعرفوا انه خلص استوت بيفتحوا عليها وبصيروا يطلعوا فيها وبحطوا في كياس وبودوا على الدواب كانوا بودوا بيبيعوا في المدن في نابلس في قرقيلة في طولكرم يعني احنا ما كناش نستعمل المفاهيم بس للبيع نستعمل حطب للتجاره يعني للتجاره كان مصدر رزق طبعا الكاز من وين كنتوا تشتروا الكاز؟ الكاز من دكاكين كان يجي في عنا في من قرقيلة واحد اسمه راجل الشنطي له محطة يجيب على حصان الله يعزك عرباي حصان بجر عرباي وعلى العرباي برميل كبير وفي حنفية ويأخذ من محطة اللي عنده اللي في نفس قرقيلة يعبي ويورع الكرة ومعه جرس هو نفسه غاز شنطي ولا واحد ثاني؟ أولاد ومرات يكون موظف واحد من المصريين عنده المهم يعني إنهم مرات من أولاده ومرات الشغيل اللي عنده بكون في ذو جرس المرنة معينة ويتجول في لف الشوارع بروح والله حط لنا ربعية كان بالربعية وبالربعية وبالقلان وبنص القلان طب عمي في خريش بخريش كان في دكاكين خريش كان في دكاني عند الحج أحمد أبو عزيزي الحج أحمد أبو عزيزي هذا من أي عيلة هو؟ هذا هو من الأشقر بس تابع للشواهني عن طريق النسب العائلات الكبيرة أحيانا بيناسبوها ناس ما بتعرف يعني منين مصدرهم لما بناسب بصير خلص محسوب عليهم طب هذا الأشقر مش معروف من وين هو حج ولا عارف أنت من وين؟ لا عارف هم دار الأشقر يعني لب الشواهني أكلت لك عنهم لب الشواهني حسن وغفري وخليل هذا نسيبهم بحسبوا نسيبهم سكن عندهم فخلص بصيروا بكل لما يصيروا أنت منين بكل ما أنا من الشواهني في حدا غيره كان في خريش فاتح دكاكين؟ في واحد ثاني اسمه أبو المبسبس أبو محمد المبسبس من وين هذا؟ هذا من عودي وهذا بيته هو على الطابق هذا بيته الوحيد اللي في خريش اللي هو ما هدموه لأنه بيته كان عليه علية جابوا اليهود بعد ما هدموا بيت خريش عملوا مزرعة خنازير في نفس خريش وجابوا حارس يسكن عشان بيته علية هذا على الثاني مشان يسكن في وعطوه نظور علشان يسكن في هذا البيت وراقب المنطقة والخنازير وهذه عملوا مزرعة خنازير هنا هذا بيته الوحيد اللي ما هدم نعم هذا كان النوع. طب شو كانوا بيوع عمي هؤلاء الأشخاص؟ كانوا بيوع ملبس وكظامي وفزدك وحلاوي وكاز دخان مش من الباكيتات ما كانش باكيتات ما كان لا لف كان نعم حل طب عمي من وين كانوا يجيبوا أغراضهم؟ هذول كانوا يجيبوا أغراضهم من قرقيلي من التجار الجملي أو من نابلس هاي أقرب مدينتين علينا هنا على يافا ما بروحوا كانوا مثلا؟ على يافا كانوا يروحوا عجل جول يركبوا الباص ويروحوا على يافا. طيب لما كانوا يبيعوا كانوا يبيعوكم نقد ولا؟ نقد ومقايضة. كنا مرات ناخذ مثلا بيض نشتري فيه، مرات الواحد منا ياخذ معه قمح. مرات ناخذ شعير نشتري فيه. مقايضة. يوزنهن. نعم. قديش هذول هذول قيمين ويعطيك هو ذمته. طيب عمي كان في عندكم مقهى في القرية؟ لا. في كفر ثلث كافي في خريش ما كان طيب كان عندكم عمي راديو في خريش راديو للشيخ توفيق ابو كشك بعد ما طلع من العوجه عند بتاعها تكفى طلعوا هذول قبلنا هرب من اليهود لما صارت قتلوا ضرب كذا طلع على خريش احنا اقرب لهم اجى عندنا وكان عنده راديو ثبني وكان الراديو الوحيد عمل شيك بسموه بيت شعر كبير قسمه قسمين قسم لعياله وقسم كان عامل زي الديوانيه
فكان لما تيجي الأخبار، أخبار الحرب وأخبار فلسطين، الساعة 9 كانت، كانت تيجي من إذاعة شو اسمه الشرق الأدنى من قبرص، الشرق الأدنى اسمها من قبرص، وكان المذيع اسمه راجي صهيون. فكان عمامي يقولوا لأبوي يا أبو إسماعيل روح نسمع الأخبار نشوف شو صار في الدنيا. فأنا كنت صغير أترجاهم وأروح معهم، مرات أقولوا لي يا إسماعيل كل مرة بصوم معنا وما بتحط راسك بس اسمع الأخبار اللي أنت غافي وبنشيلك. ومرات مرة سمعت الأخبار ولا أزال حفظها، بقول اليهود في القدس الغربية يرفعون الرايات البيضاء طلبا للتسليم بعد أن نفذت منهم المأوني والأسلحة. صارت الهدنة الأولى يا صاحب، الهدنة الأولى بديش أحكي أنا، صارت الهدنة الأولى وقبل فيها القائد الأعلى للقوات المسلحة. عارف مين هو القائد الأعلى كان للقوات اللي دخلت فلسطين؟ عارف مين هو؟ تفضل يا حاج. عارفه؟ لا. المهم قبل بالهدنة الأولى وتتدفق الأسلحة والخيرات على مين؟ على اللي كانوا رافعين الرايات البيضاء للتسليم، شوي اللي هم أخذين القدس الغربية كلها. أنا سامحها بدني هذول اللي كلهم الدين. مين القائد الأعلى كان؟ القائد الأعلى معروف، أنت من درسي. طيب حجي. الراديو بس أنت شفتوه بآخر المدة. هذا الكلام أنا بحكي لك عنه في 49 آخر 48. وما كانوش يسمعوا للأخبار عليه. بس. لأنه هو الواحد بيسمع غني وعند واحد راح كله سمعنا. الراديو مش إنه مليح للزلمة كان يخلينا نقعد عنده. الراديو على البطارية. على البطارية كان، بطاريات. كانوا يمدوا له خيط هيك بطلت سالي، وبعدين صارت تركت شوي طلعت بطلت الجافي هيك. اللي كان محاصر رافع الرايات البيضاء اخذ القدس كلها، القدس الغربية. بحكي معك الله يخليك شوي بس. انا في اجتماع، في اجتماع بس اخلص بحكي معك. ايوه طيب عمي، جريدة كانت تصل لكم قبل ما يجي الشيخ أبو كشك؟ أنا في جريدة. طيب أبو الشيخ أبو كشك كان معه ابنه عوني؟ ما بعرف، شو التوفيق. ما طولش في خريش وبعدين انتقل على طولكرم. وله أخو أكبر منه اسمه الشيخ شاكر أبو كشك. إيه إيه، هو ابن شاكر معناته. ولأن إحنا الشيخ توفيق. نعم. أنا الشيخ توفيق اللي جاي أصغر. طيب حجي، كان في عندكم الحمداء في القرية؟ لا. خريش؟ زين، شالت اللحم كانت محلولة عندنا، احنا نربي غنم ونربي بقر ونربي وز وعندنا بط وحمام ودجاج، شالت اللحم فيش مش مشكلة يعني. فما كان ما في دال اللحم؟ لا. طيب حجي، أيوة جابر اذبح أي الدجاج أي الحمامة الزغري كذا، إذا بدك تطبشها مثلا اذبح سهل وبينه أنت وإخوانك وكذا. وغالبا ما كناش نذبح الا اذا انكسر ولا كسر، لانه اذا زاد عندكم اللحم كان في طريقه عندكم لحفظ اللحم؟ لا كنا كله كان في طريقه لحفظه بسموه تقديد. التقديد كانوا على العيد لما نذبح، مع العيد لازم نذبحه، فبتقدرش انت ما في ثلاجات، فكيف تحفظ اللحم؟ شو كانوا يعملوا فيه؟ كانوا يقطعوا قطع صغيرة ويسلكوا نص، يعني ما يستوه تمام، نص سلكة وملحوا ملح شديد ويحفظوه في كياس وحطوه، كل ما بدهم يطبخوا يشيلوا شوي، زي حاليا ما بنحط الجبنة في المي من الكحة مشان يزيد لازم يحطوه ويطبخوا. هذا التقديم بسموه. وكانت يعني تصبر اللحمة كثير عمي؟ مرات تاكلها تكون يعني ريحتها طالعة، مرات شو بدك يسموها حسب إمكانية، هاي إمكانيتهم. هم لما يأكلوا على العيد أول ما يبدأوا في اللحم الدهني اللي قريبة من اللي والضار اللي عارفين إن اللي قددوها اللحم الحمراء اللي بتطول أكثر اللي فيش فيها شحم، لأنه أول ما بخرب من اللحم اللي فيها دهن هذه يبدأوا فيها في الطبيخ. تلاقيهم الصبح يأكل لحمة والظهر لحمة والمغرب لحمة، يركزوا. لا يركزوا، مرات طبيخ مرات ما فت، مرات يشوشوا في الطابون. طيب عمي، كان عندكم حلاق في القرية؟ حلاق كان حلاق متجول، وهو حلاق موسمي ما يأخذش، يقول لك على البيدر يجي يأخذ. كان واحد يجينا من بدية إلف بيعرفه، ونسيت اسمه أنا،
وشفته يعني بحلق للعائلة، شايف بمر عليهم كل شهر زمان، كل شهر ونص حسب ظروفه بمر بحلق. إيه مين بيقول بحلق صغير ولا كبير؟ بتحلق راسه كذا يحلقوا، وفي الموسم البيدر بمر عليهم يعطوا 6 ساعات قمح حسب الاتفاق، 6 ساعات قمح، 5 ساعات قمح، 4 ساعات حسب الاتفاق، حسب عددهم. موسم ما كان يدفع فلوس. شو اسمه قلت لعمي؟ والله نسيت اسمه. من وين هو؟ من بدية؟ ومن بدية مش من بلدنا، كان يجينا يجي على البلد. يجي خصوصا لعائلة حج ولا لكل القرية؟ لا كل القرية. طيب و كل القرية. شو كان يستخدم عمي أدوات؟ كان يستحمل الموس اللي بنسلنا على الأحزان هذا. موس هيك طويل. نعم. وبالسلة. نعم. هذا اللي كان يستخدم. طيب وماكينة؟ ما كان شفتهم بالآخرة، بس ما بعرف إذا كان يعني أنا ما كان شفتهم بعد ما كبرت. طيب مقص ومشط عمي؟ ومقص ومشط. كان مقص ومشط والأحزام، وهذا شو اسمه اللي بسنوا على المسن على الأحزام وكان يسنوا. طيب هذا الحلاق لما كان يجيكوا على خريش وين كان يقعد يا حجي؟ وين كان يجلس؟ في الديوان عند مثلا، ننزل عندنا احنا في خريش، ننزل عند مثلا دار سيدي أو دار عمامي اللي هم دار الحاج محمد، في الديوان ينزل، وهم يعرفوا إنه الحلاق كل واحد بالدول يقول روح خذ 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 لأولاد هاي الحلاق موجود هناك، يقعد لما خلصوا يوم يومين ثلاثة أربعة خلصوا يا جماعة خلاص الله معك. طيب أنت بتحب أجيلكم تمر لنا بعد شهرين بعد شهر بعد شهر ونص حسب ظروفك. أنا يوم في الموسم البيدر يجي يجيب دابة معه ويأخذ قمح يعبي شولات. طيب حجي كان في عندكم مخبز أو فرن؟ لا لا عطبون كله. كله عطبون. كله عطبون. في المدن طبعاً المخابز هذه مثل. أنا على كل ما في. أنا بدي في خريش. خريش لا طبيب كل واحد كل العيلة طبونه لها. طب شو الطبون يا حجي؟ الطبون يا سيدي العزيز عبارة عن من شو اسمه هيكل من طين يبنى دائري من تحت مفتوح ومن فوق له فتحة صغيرة هيك يعني تقدر تمد يدك فيها، شايف، وينحط على الأرض وينحط داخله بسموه رضف، وفي اللغة الرضف لغة فصحى على فكرة، لو فتحت القاموس العربي بتلاقي كلمة رضف موجودة، أنا شفتها في القاموس. رضف، الرضف عبارة عن الفخار مكسر أو من حجار الوادي الملسي، المي لما كانت مرة على الحجار بتصير الحجار ملسي بحطوه في القاع. الآن بجيبوا زبل الغنم أو روث الغنم أو البقر اللي ناشف بحطوه حوله وبولعوا النار فيه، بولعوا النار فيه، ويكون هذا داخل مبنى، مبنى الطابون يعني. الطابون في عندك الشكل هذا الهيكل هذا المنطين معنوع في الداخل، وهو في نفس الوقت بيكون هو داخل عبارة عن غرفة، داخل غرفة الهباب صغير. بولعوا هذا، بولعوا التبن أو هالقصل أو هالسماد الناشف اللي حوله وبصير يدخن. لما يبطل دخان بالمرة بقولوا أدعك الطابون، أدعك الطابون يعني هسه حامي جاهز للخبز أو للشوي. إله غطى من فوق، هذا الفتحة اللي من فوق اللي حطينا فيها الرضو في هذا في القاع، إله غطى حديد إله ممسك. هسه بتروح المرة في معها خشب هيك اسمه مقحار، بتسوي حول الغطاء مشان تكشف عنه عشان الرماد ما ينزل داخل. لما تكشف الغطاء هذا ذياله بترفع الغطاء بيدها وبفتح، صار الان تفتح انت في الطابون تقدرش من ايدك حار بكون، بس هي تخبز وتحط، تخبز وتحط على الرضف على القاع يعني بيكون على الحمس حامي، وبس تخلص بس ممكن غالبا في حدود من 4 إلى 5 خبزات في الوجبه الوحده، بترد ترجع الغطاء محله وبتتركه. هي بتعرف بتعرف امتى بده قديش عشان دقائق مع الخبره بصير عنده خبره تستوى، ولو بدها تتاكد ترفع الغطاء شوي بتطلع شافت الخبز استوى بنفسه في لها مقلاع ثاني انظف من اللي سوت فيه السماد، بتصير ايش تسوي الخبز هيك مشان تكتر الرضف اللي مسك فيه من تحت. نعم. وبتطلع وبتحط على الصينيه لما هذه اول طرحه بسموها، والطرحه الثانيه والثالثه لما تخلص خبيزها. بعدين خلصت إذا عندها شاوي بدها تشويها، بدها تشوي بطاطا، بدها تشوي لحمة، بدها تشوي هذه من أذكى ما يمكن، بتحطه في صحن ولا في طنجرة. كان في الأول عندنا طناجر بس من فخار مش من الألمنيوم،
يعني تحط بتحط هالحاجة فيها مع السمنة مع اللحمة مع البصل بتحط الأخير وبسد عليها وبتسد لما تخلص بتزبله بتحط تغطي ثاني مرة مشان الوجبة اللي جاي بعدها لأنه هي في اليوم تخبز ممكن تخبز الصبح ممكن تخبز العصر يعني مرتين في ناس لا مرة واحدة بخبزوا الظهر مرة واحدة على أساس إنه يخبزوا بزيادة مشان يكون عندهم يكفيوا مع في ناس مرتين الصبح ولا بتزبله وبتطبخ طالما في دخان ما بتقرب عليه معناه لحد الآن ما أدعك يعني مش حامي ولحد الآن السماد أو الرماد أو شو اسمه التبن اللي حطته بعده لحده ما 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 صار جمر طالما الدخان بيطلع من باب لأنه له باب هو نعم يعني عم الخبز أو اللحم أو المشاوي كله تستوي يستوي على الحم مش على النار لا 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 على الرضف هذا هذا بيطلع من أجمل من أزكى ألف مرة من الخبز اللحم واللحم يعني شو بدي أقول لك يعني بالشهي لما كنت تحط أنت مثلا البامي لما كنت تحط البامي في صحن الفخار بدون لحم وبدون شيء بس بامي وبصل وشوية زيت تحطها من أجمل بكثير من دي. على العيد كنا ما نصدق لما نشي المعلاك ولا شيء فيها عن الطريقة هذه مش مباشرة على النار عن طريق الرضف هذا الطابون هذا الطابون وكل بيت فيه طابون كل بيت أحيانا يعني لما يكون مثلا العيلة صغيرة وعيلة صغيرة يشتركوا اثنين مثلا ويكون قريبين خوات ولا كربات ولا بد ما أنت يكون لك طابون ولك طابون يشتركوا مع بعض مشان ايش يجمعوا التبن او هذا مشان مين كان يصنع الطابون يا حجي؟ في نسوان خاصة بلفي بيجيبوا تراب احمر بسموها سمكة وحور ابيض وقليل من التبن وبيجبلوه مع بعض زي العجين وبصير تعمل فيه زي الخبز وتلصق في بعض بتبدأ واسع من تحت بتشوف مثلا بدها تعمل الطابون هيك بالحجم هذا بتبدأ من هنا توقف وهنا توقف وتوقف توقف وكل ما تطلع إميل كل ما تطلع إميل ويصغر يصغر يصغر لما يصير شكله هيك وله الباب من فوق بتملسه في الآخر مشان يكون شكله حلو بتملسه بالمي وبالهذا وبتحطه في الشمس لما ينشف وبيبيعوه في ناس كانوا يبيعوه في ناس ما يحب ما بعرفش يسويه أو بتكسرني يسويه لأنه بأخذ وقت وبده فن في شيء ما بزبط نوش من كسر ما فيش شطرات بخلطن هذا التبن مع السمكة الحمراء مع الحور بيطلع ممتاز ومعروفات في البلد بيكونوا مثل طابون من فلان طابون من فلاني فلان شاطرة في الطوابير خذوا منها كانوا بيبيعوا بربع دينار بنص دينار للطابون طب استخدمتوا الصاج عمي الصاج للاستخدام ما فيش بيت بيخلى من الصاج لأنه الصاج للأشياء المستعملة أولا مستعجل وبعدين لغير الخبز الصاج للخبز وغير الخبز يعني الصاج انت بتعمل فيه قلي الصاج بتعمل فيه انت زلابي بتعمل فيه حاجات ثانية يعني بتعمل فيه ركاك الصاج طبعا بتعمل من الظهر والبطن لما بدك تكلي في داخله حاجة بتحطه هيك بحيث انه في جوفه لما بدك تخبز ركاك بتكفي بصير الظهر من فوق مشان تحط على ظهره هي الصاج طيب عمي لما كنتوا تعجنوا او لما كنتوا تخبزوا كنتوا تستخدموا القمح اللي من انتاج البلد ولا كله انتاج البلد ما كنت يعني اهلنا احنا يعني قبل 50 سنه بدي اقول مش 100 سنه ارقى من اليوم هذا يعني اليوم هذا احنا اذا ما اشتريناش شويه الطحين ما جاتنا من امريكا بنموت من الجوع اول كل شيء احنا من دورنا احنا ما كنا نشتري الا الشاي والسكر والملابس ولا عندنا القمح عندنا الذره عندنا الشعير، عندنا الحمص، عندنا الفول، عندنا البصل، عندنا الثومي، هذا كله من دارنا. عندنا البقر نحلب. تخض الأم تخرج تخض الحليب تطلع الزبدة. طيب حاجي. خلينا شوي في القمح بالأول. طيب. أو في الطابون. طيب يعني كانوا الناس يخلطوا بين طحين القمح وطحين الذرة؟ نعم. أحياناً لما يكون القمح غالي أو قليل إنتاجه يخلطوا مع ذرة. خصوصاً إذا كانوا فقراء. شايف لأن الذرة أرخص فكانوا خلطوا النص بالنص أو يعني سبب اقتصادي بحت يعني الذرة أرخص القمح أغلى أحيانا مثلا تيجي الشيح الموسم يكون المطر قليل أقل من 320 ملمتر في السنة أو في فلسطين ما بكلش عن 650 ملمتر في السنة وإلا بصير فقر بصير محل فيخلطوا الذرة الذرة أرخص طيب الذرة الواحدة عمي الذرة الواحدة بسموها شرجيش
شايف هذه يعني لما يكون الواحد فقير جدا او في اكلات حتى الغني بعملها اكلات معينه بيحبوها بيجي في باله والله جاب انا الشريش اللي هي بعد ما يخبزوها بفتوها مع لبن لبن حامض اللبن اللي هو ماخوذ منه الزبده لبن المخيط هذا بسوي بفتوه وباكله ما شو اسمه هذا ابني اما هو الذره ذا الخبزه تحالها بسموه شريش وبكبروهاش لانه بتفسفد القمح بمسك لما يركنوا النسوان والبنات تتفنن فيه يقولوا مثل الرغيف الفلاني في البنات شاطرات هيك بتعمل الرغيف. طيب حجي كان عندكم في القريه بياعين اقمشه في في خريش؟ كان بياعين هذا كان يجينا ناس مرات الله يعزك على حمير يكون محمسين كماش من قرى ثانية أو من المدن من كل كيلو من كذا. ومرة هذا أبو عزيز اللي قلت لك أنه اللي كان عنده دكاني هذا كان دكانته قسمين قسم حاط في كماش وقسم في حاطت ملبس وقضامي وفستك وطمر وحاجات زي هذا يعني دكانته قسمين كان يبيع كماش وبيع حاجات ثانية. هذا أبو عزيزي عظيم أبو داود دول السرعي. طيب كان يجيكم ناس من خارج القرية حجي تتذكر حدا منهم؟ كيف يقول من خارج القرية؟ بياعين بأقمشة؟ لا ما نذكر. كان يجينا واحد من خارج القرية من كالقيلة اسمه سعيد الشاكر سهم الليل من كالقيلة بس هذا ما كان يبيع كماش كان هذا يبيع الله يعزك أحذي شاروخ. شو اسمه سعيد شاكر من كالقيلة ابو لابو ياسر هذا اللي دلني على زوجته ابوه ياسر بعرف ابوه انا لما رحت على كالقيلة ادرس انا وقال لي هذا قلت له انا ذاكر ابوك كان يجي عند امامي وبيحهم على الموسم يجي موسم بيدر ياخذ يعطوه قمح وشير وكذا يحمل لمن صار نعم. كان مزبوط كان كنت اجي معه صغير. طيب كان في عندكم خياطين عمي في القريه او خياطات؟ ماني ذاكر. طيب وين كانوا خيطوا الناس؟ كانوا خيطوا ما بعرف وين كانوا احلى بالنسبه للملابس الرجال الدمايه والهذا شيء كانوا يروحوا على المدينه. خيطوا. اما في البلد في كفر سلف بعدين صار في خياط من اولاد البلد نفسهم، واحد اسمه ابراهيم الكيك انا ذاكره هذا بعد في كفر سلف، اما خريش ما انا ذاكر في خياطي. في ملابس طبعا ملابس لاولاد صغار وسراويل النسوان والحاجات هذه كلهم هن نفس النسوان يخيطن هن يعني تلاقي كل المرأة هي تكون بدون ماكينة حمد. لا بدون ماكينة على ديهن يعني هني عشان يخذن حاجتهن. أما مثلا اللي بده يلبس كمباز ولا دماغ نظيف ولا كذا كانوا يروحوا على المدينة في كالقيلة كانوا فصلوا أهل خريش كانوا أقرب عنا كالقيلة احنا. طب عمي كان عندكم منجرة في القرية في خريش؟ خريش ما في منجرة ماني ذاكر. طب مين كان يصنع لكم عود الحراث عمي العود الخشب؟ عود الحراث كنا في كالقيلة. عند مين حجي؟ نسيت اسمهم شباب اثنين لو تعرف شو صار معهم هذول اليهود صادر لما تسلمت منطقة قلقيلي راح بيارات لهم مع اليهود وظلوا اثنين رفضوا يخرجوا طخوهم اليهود في نفس البيارة اخوان اثنين كانوا يعملوا بوابية كانوا يعملوا شو اسمه محاريث حديد محددي لهم يكون محراث حديد لأنه الخيل ما في خشب كله حديد البقر الله يعزك بكون المقدمة خشب عشان نحط عليها النير اللي هو خشب ثاني بتركب على أنه البقر اثنين البحر اثنين الخيل واحد اللي بجر المحراث البقر اثنين جنب بعض وعلى اثنين في نير بربط بينهم وفي محراث خشب في الارض ومارد عليهم بيجي له مدخل في نفس النير اخي مشان لما مشينا الثريين مشي اما الخيل لا محراث واحد وذاك فيش فيه خشب حديد كله هذول كانوا لهم اخوان اثنين هم كانوا على نفس الشارع الرئيسي تبع الشارع دار السبع اللي هو قرقيلي طولكرم ما تتذكر اساميهم يا اخي؟ ماني ذاكر اسماء تحاول من هون لبكره تتذكر اسماء؟ ما بتذكر اسماء زمان ماتوا ومن اكبر مني مرة رحت مع ابوي انا وهيك كل ابو كل هذول اللي بيسووا الاغاثه هذي وبعدها رحنا لهم بكل اثنين قتلوا هذول اليهود راحوا بيرتهم واجوا اليهود لما تسلمت اراضي قلقيل لليهود رفضوا يطلعوا بيرتهم فطخينهم اليهود من يديرهم انه معكم كذا ما ردوش عليهم بس ما بعرف اسمائهم رحمه الله عليهم.
طيب حج اللي كان يعمل محاريث خشبية مين هو؟ من ذاك؟ طيب الحسيم كان عند هذول الشباب برضو لما كنت يحسموا ال حسيم عندهم عند هذول. طيب مين كان يحدي لكم الخيل حجي؟ اللي كان يحدي لنا الخيل واحد نابلسي كان يجي من نابلس وبيت عنا يقعد باليوم ويومين وياخذ اجرته، مرات يعطوه قمح ويعطوه عدس كذا فوق الاجر. كان يجي واحد من نابلس تحت الخيل، تذكر اسمه؟ والله ما ذاكر اسمه، كان بتذكر يمسك هذا ويبدا يحط في شو اسمه في الحافر تبعها. مش ذاكر اسمه. طيب كان في عندكم مجلخ سكاكين حجي؟ لا. طيب سكافي يا حجي؟ سكافي في عزوم كنا نروح على قلقيلي، في واحنا في قريش ما بعرفش. اما واحنا في كفر لما طلعنا كفر سيف كنا نروح على واحد نابلسي جاي تارك نابلس وعامل سكافي في عزوم، وصار منهم اتزوج منهم وراح واحد راح مره من بلدنا من قريبنا من الشواهنة، بس مش من عائلتنا، من دار ابو غفري. راح قال له ابوي مسلم عليك، ابو كل يعمل لك صندل مثل لحيتك. قال له الله يخزيك ويخزي ابوك. طيب شو اسمه هذا النبيل سياحة؟ ابو ايش الله يعيش. انت عم ذكرني بذكرني شو بدك احسن من هيك؟ طيب لازم تدفع لي عشان بذكرك في الطفوله. مضبوط، بس يعني مش هذا، انا نسيت اسمه والله. الحين بحاول اتذكر اسمه، كان ابنه في يدرس معنا في المدرسه، وصاروا من اهل عزوم، اشتروا مع المصاري، جمع مصاري، كان يعملنا صناد ويعملنا كذا، وجمع مصاري واشترى ارض وزيتون، وصار بطل يصير نابلسي، صار من اهل عزوم. كان له بدر، ابو بدر، كان له ولد اسمه بدر معنا في المدرسه، بس الزلمه نسيت اسمه. ابو بدر اسمه مهم؟ اقول يمكن ابو بدر. طيب كان عندكم منجد يا حجي؟ منجد لا، البلد ما في. طيب كانوا يروحوا على المدن، على نابلس او قلقيلي. طيب في خريش كان في كسرات حجي؟ لا، كسرات بعدين عرفناها. طيب كان في عندكم معمل بلوك او؟ بعد هذا كله، هذا كله متاخر. انا بحكي لك عن 49 48 49، هذه الحاجات كلها لاحقه بعدين في الخمسينات. طيب الاسمنت عم استخدمتوه في البناء قبل 48؟ بنينا احنا اول من بنى في البلد باسمنت انا لله يا عبد. اللهم عود. انا قصدي عمي في خريش. خريش لا. طيب مين كان بنا في خريش؟ مين كان بنا يا حجي؟ كان واحد اسمه عمر الداود، او عمر الداود، هم بيقولوا عمر الداود. من وين هو عمر الداود؟ عمر الداود من نفس كفر ثلث، بس من عودي، وما كانش ساكن لا في خريش ولا في، ما كان ساكن لا في خريش ولا في كفر ثلث، كان ساكن في عزبي. على فكره كفر ثلث من اغرب البلدان الفلسطينيه، اولا اراضيها اكبر ارض في الضفه الغربيه، فلسطين كلها، وثانيا عليها كذا عزبي، في عزبي اسمها وادي الرشا اللي عملوا عمليه عندها، قتلوا يهودي وزوجته عند حبل من الشرقه، واجوا اللي هو عملوا مستعمره سموها باسمهم، شايف؟ كان في، احنا بقولوش وادي الرشا، بسموه وادي رشا، بس هي الرشا، الرشا الغزلان الصغار. نعم. عشان هي جايه هناك عندهم غابات كلها، كانت احراش. هاي قريبه من كفر ثلث وادي الرشا؟ تابع لكفر ثلث الى الغرب. الى الغرب، بينهم بين قلقيلي، تبع عن كفر ثلث حوالي 6 كيلو. فكان عمر الداود هذا يلف على خريش وعلى كفر ثلث، يبني مشهور عنه. طيب عمي حكيت لي انه استخدمته او صنعته الكلس او الشيد. الشيد هذا الشيد هو قبل اسمنت هذا الشيد. طيب كيف كنتوا تصنعوه حجي؟ الشيد الله يسلمك، اولا بيعملوهوش الا في الصيف. موسم بكون الناس قاعدين بدون شغل. ما فيش موظفين حكومي، البلد كلها فيش فيها ولا موظف. الحمد لله. فقاعدين الناس بدهم يترزقوا. فييجوا على منطقة يكون فيها أحراش كثيرة. بيشترط إنه يكون فيها أحراش كثيرة لأنه بدهم يقطعوا. بيجوا بحفروا جورة في الأرض تقريباً 3 متر في 3 متر أو أكثر شوي، 3 متر في 3 متر. وبيبدأوا فيها من الأرض بحجارة كبيرة.
وبيبنوها وكل ما طلعوا فوق بميلوا زي العقد بميلوا وفي لها بنايين خاصه يعني مش اي واحد بيعملها. يعني فلان مشهور انه الله ينعم عليكم فلان مشهور انه بيبني بسموها باللغه في الحين شباره وفي ناس بسموها لتون وفي ناس بسموها كباره اللي تعلموا بعدين بس احنا في مناطقنا بيعرف الا شباره. هذه الشباره بصير يبني فيها كل ما طلع فوق يميل على بنية العقد الى ان في الاخر الاحجار تمسك في بعض. الان بيرد يبني جنبها اخرى جدار ثاني وبيعبي بين المبنى الاصلي والجدار الثاني حجار من نوع معين اللي تستوي من النار مش اي حجر هم بيعرفوه بيعبيه هذه وبيحطوا فوق الذي وبيخلوا لها باب صغير وبصيروا يحطوا فيها بيكونوا جمعوا حطب بيكونوا هم من خبرتهم عارفين انه هذه اللتون او هذه الكباره اللي مساحتها كذا بيحتاج لها الى مثلا 500 كباش. الكباش عندهم بجمعوا الحطب فوق بعضه كوم بسموه كل كوم بسموه كباش. فهم بكون عندهم خبره انه هذه بدها مثلا من 400 الى 500 كباش فبيعملوهن وبكون ناشفه. وبصير النسوان ينقلن على روسن وحطين في الحطب وين قدام هذه الكبار اللي بنوها عند الباب وبيجوا فيه اثنين معهم شو اسمه زي الدكران خشبي وفيها اصابع حديد بصير يشيل من الكباش ودخل وين دس في الجورة والنار مولعة. بقعدوا على العملية هذه سبع فصول ليل نهار سبع ايام يعني سبع ايام على لي طيب بعد اذنك بدنا ناخذ استراحة ونتابع حديثنا ان شاء الله.